وسهلا فيكم بقناتي تعلم اللغة التركية بسهولة. اليوم رح نحكي عن في المستشفى هاستهانيدا، يعني رح نحكي إذا رحنا على المشفى كيف بدنا نسجل على الدور، كيف بدنا نفوت على المعاينة، وبدنا نحكي شو هي الأقسام الموجودة بالمشفى وكل قسم شو الأمراض اللي بيطلع عليها، بحيث إذا صار معنا مرض لا سمح الله، صار معنا شغلة، نعرف لوين نروح. بعيد الشر عن قلبكم. طيب خلونا نبدأ مع الأقسام الموجودة في المستشفى. طيب هاستهانيدا olan bölümler. Hastahanede olan bölümler, yani الأقسام الموجودة في المستشفى. أول قسم عنا كارديولوجي. كارديولوجي، كارديولوجي يعني أمراض القلب. داخلية. داخلية، داخلية يعني داخلية، قسم الداخلية. كادن hastalıkları ve doğum. Kadın hastalıkları ve doğum. Yani الأمراض النسائية والولادة. بيطلع هذا القسم على الأمراض النسائية وإذا الوحدة حامل وبدها تولد. طيب أورتوبيدي. أورتوبيدي، أورتوبيدي يعني قسم العظمية. طيب göz hastalıkları. Göz hastalıkları. Göz hastalıkları أمراض العيون. Göz يعني عين. طيب القسم اللي بعده kulak burun boğaz. Kulak burun boğaz. Kulak burun boğaz قسم أذن ön حنجرة، وبيختصروها كمان بهالشكل KBB بمعنى كولاك بورون بواز. طيب نجي على القسم اللي بعده أورولوجي. أورولوجي، أورولوجي يعني بولية، قسم البولية. طيب نجي على القسم اللي بعده أغز و ديش سالو. أغز و ديش سالو، هذا قسم الأسنان والفم، يعني ممكن يكون بيطلع على الدقن إذا فيها مشكلة، وعلى قسم الأسنان. أز يعني فم وديش يعني أسنان. طيب çocuk hastalıkları. Çocuk hastalıkları، çocuk hastalıkları يعني أمراض الأطفال. قسم اللي بعده genel cerrahi. Genel cerrahi، cerrah عام، قسم الجراحة العامة. Yüz hastalıkları. Yüz hastalıkları. Yüz hastalıkları أمراض الصدرية. طيب القسم اللي بعده جلدية. جلدية، جلدية من اسمها يعني الجلدية. آخر قسم عنا فيزيك تداوي. فيزيك تداوي، فيزيك تداوي يعني العلاج الفيزيائي. هلا انا حطيت لكم يعني اكثر الاقسام اللي ممكن يحتاجها الانسان. طبعا في كثير اقسام كثيره كثيره موجوده، لكن هي اكثر الاقسام المستخدمه، الله يبعدنا عنهم كلياتهم. طيب هلا جينا هاستانيدا ilk girişte. Hastahanede ilk girişte، يعني وقت اللي منفوت على المشفى. أول شيء وقت اللي منفوت على المشفى بدنا نسجل على الدور، ما هيك؟ فإذا ما منعرف وين مكان الدور منسأل الموظفين هناك، أي حدا، أي موظف هناك ممكن نسأله. ممكن عند أول ما منفوت من المشفى منلاقي مثل طاولة فيها شخص أو شخصين بيكونوا هن المسؤولين عن المعلومات، استفسارات. طيب كيف منسأل؟ منسأل بهالشكل nerede kayıt yaptırabilirim. Nerede kayıt yaptırabilirim. Nerede kayıt yaptırabilirim، yani
من أين التسجيل على الدخول؟ يعني وين بدي سجل؟ وين بدي سجل على الدور؟ وين بدي روح سجل على الدور؟ بدلونا، تمام؟ طيب، أو ممكن يقولوا لنا نوماراتوردان سرا ألن، نوماراتوردان سرا ألن. نوماراتوردان بيكون في ماكينة بنكبس عليها بناخد منها دور رقم لحتى نروح نسجل، تمام؟ سرا ألن خود دور، يعني بيقول لك خود دور من الماكينة. طيب، أو بيقول لنا سرايي تاكيب إت، سرايي تاكيب إت. سرايي تاكيب إت يعني بيقول لك تعقب الدور، يعني بيكون في بنلاقي دور طويل عريض بيقول لنا مثلا وقف هون بالدور، تمام؟ أو بيقول لنا كارشيداكي بانكودان، كارشيداكي بانكودان، يعني بيكون بنلاقي في هيك طاولة عليها موظفين قدامهم كمبيوترات عم يسجلوا الدور، فبيقلنا من الطاولة الأمامية، يعني من هديك الطاولة، تمام؟ طيب، رحنا على هاي الطاولة أو أخذنا مثلا دور من الماكينة ورحنا لعند الطاولة لحتى نسجل معاينة بقسم معين. هلأ قبل شوي حكينا شو هي الأقسام الموجودة، بنحفظهم هدول. نجي بدنا نقول عندي موعد من قسم فلاني، من قسم الداخلية، من قسم القلب، من قسم الأطفال، هاللي هو أول شيء منقول اسم القسم، تمام؟ حاطط لكم هون نقطة نقطة. بعدها منقول bölümünden randevum var. Bölümünden randevum var. مثلا إذا بنروح على الداخلية، داخلية bölümünden randevum var. داخلية bölümünden randevum var. يعني عندي موعد من قسم الداخلية، تمام؟ فبتاخد منك الهوية، بتقول لك كملك، يعني هوية، بتاخد منك الهوية وبتشوف الموعد تبعك وبتعطيك ورقة. أو إذا ما كان عنا موعد، إذا رحنا وبدنا نقول إنه أنا بدي دور لحتى أتعاين، كمان نقطة نقطة نقطة، هون بنحط اسم القسم اللي بدنا نتعاين فيه، مثلا çocuk bölümünde muayene olmak istiyorum، نقطة نقطة نقطة، مثلا dahiliye bölümünde muayene olmak istiyorum، bölümünde muayene olmak istiyorum، يعني أنا بدي أتعاين بالقسم الفلاني، بقسم الأطفال، بقسم الداخلية، تمام؟ فبتاخد كمان الهوية، يا أما بتعطيك دور يا أما بيكون ما في دور، ترجعوا غير يوم. طيب، نجي هلأ على كل قسم شو هي الأمراض اللي بيطلع عليها اللي بحالة مرض معين وين بدنا نروح. هلا hangi hastalık hangi doktor، يعني hastalık بمعنى مرض، اي مرض، hangi doktor عند اي دكتور. طيب عنا اول قسم اللي هو داخليه، داخليه يعني الداخليه. عشو بيطلع الداخليه؟ عنا اول شيء شكر، شكر يعني السكر، تانسيون، تانسيون، تانسيون يعني الضغط، كارن آرسي، كارن آرسي يعني وجع البطن، هالسيزليك، 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 هالسيزليك يعني خمول، يعني آلام الكلاوي، ببريك يعني كليه، ببريكلار كلاوي، إذا عنا أوجاع بالكلاوي منروح على الداخلية، باش دونميسي، باش دونميسي يعني دوخة الرأس، أو إذا عنا وجع رأس، كل هاي الأمراض إذا صارت عنا وين منروح أول شي؟ منروح على قسم الداخلية. طيب، نجي على القسم اللي بعده اللي هو كارديولوجي، كارديولوجي، كارديولوجي يعني أمراض القلب. عشو بيطلع أو إذا صار معنا أي حالة منروح على الكارديولوجي؟ قلب يتماز لي، قلب يتماز لي، قلب يتماز لي
يعني ضعف القلب. إذا عنا ضعف بعضلة القلب ريتم بوزوكلو، ريتم بوزوكلو، ريتم بوزوكلو يعني اضطرابات في دقات القلب. إذا عنا شوي دقات قلبنا سريعة أو بطيئة أو كذا منحس هيك منروح على قسم القلب. göz ağrısı, göz ağrısı. Göğüs ağrısı yani alem bıssıdır. İza sar ma'na alem bıssıdır. Min ruh ala kısım el kalb. Anjiyo, anjiyo, anjiyo. Anjiyo yani el verem el ve'ai. Kalp krizi, kalp krizi, kalp krizi. Kalp krizi, jaltet el kalp. إذا صار معنا جلطة. يكسك تانسيون، يكسك تانسيون، يكسك تانسيون الضغط العالي. إذا عنا فيه مشكلة كمان منروح على القلب. طيب منشوف القسم اللي بعده. عنا قسم النسائية. كادن hastalıkları ve doğum. Kadın hastalıkları ve doğum. الأمراض النسائية والولادة. على أي أمراض بتطلع؟ أول شيء عنا hamilelik. Hamilelik. Hamile يعني حامل. Hamilelik يعني الحمل. بتطلع أول شيء على الحمل. Doğum öncesi ve sonrası kontrolleri. Doğum öncesi ve sonrası kontrolleri yani muayene ma qabl ve ba'd el hamel ve esna el hamel yani min vakit ma bitahbal wahda la vakit ma tulad. Dış hamilelik, dış hamilelik, dış hamilelik yani hamil harici. İza sar ma'na hamil harici kaman min ruh ala qism el nisaiye. Tüp bebek çözümleri. Tüp bebek çözümleri. Tüp bebek çözümleri tıflil anabib. Tayyip. Düşük ve tekrar durumu. Düşük ve tekrar durumu. Yani iskat l-hamel. Düşük bir mana tas'it. Ve ize tekerrer mana keman tas'it l-hamel daiman min ruh veyn an-nisaiye. Vajinada hastalıklar. Vajinada hastalıklar. Vajinada hastalıklar hiye amradil mehbel. Tayyip. Menopoz çağı. Menopoz çağı ve çözümleri. Menopoz çağı ve çözümleri. انقطاع الطمث يعني الوحدة بعد ما ينقطع الطمث عندها بتروح على قسم النسائية. منوبوز يعني انقطاع الطمث. sancılı adet dönemi ve düzensizliği. sancılı adet dönemi ve düzensizliği. عدم انتظام التماث او اذا عنا اوجاع كتيرة اثناء هاي الفترة من روح النسائية. رحم بالمناسبة كلمة عادت يعني طمث. طيب رحم ağzı. رحم ağzı hastalıkları. رحم ağzı hastalıkları. امراض الرحم. Rahim yani er-rahim. Yumurtalık kistleri. Yumurtalık kistleri. Yumurtalık kistleri. Yani ekyas el-mabyad. İza saret anna min ruh an-nisaiye. Tayyip. Bnici al-kısm illi ba'do illi huve. Al-kısm illi ba'do illi huve göz hastalıkları. Göz hastalıkları yani amradul uyun. Şaşılık. 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 Şaşılık yani el haval. Şaşılık yani el haval. طيب. Renk
körlüğü, renk körlüğü. Renk yani elvan av laun, kör yani ama. Renk körlüğü yani ama el elvan. Göz kaşıntısı, göz kaşıntısı yani hakket el ayn. Göz kaşıntısı hakket el ayn. Göz alerjileri, göz alerjileri. Alerji yani hassasiyet. Göz ayn, göz alerjileri, hassasiyet el ayn. Katarakt, katarakt, katarakt. Katarakt yani el sad, اللي هو الماء الابيض او عتامة العين اذا عنا غشاوة على العين. طيب göz tansiyonu, göz tansiyonu yani ضغط العين. طيب نجي كمان بناخد قسم اخر اللي هو kulak, burun, boğaz, özün, ön, enf, hüncere. Kulak yani özün, burun yani enf, boğaz yani hüncere. Av ilnan nıhtısro bi KBB. Tayyip. Solunum yolu enfeksiyonları. Solunum yolu enfeksiyonları. Solunum yolu enfeksiyonları. يعني التهابات القصبات الهوائية. هون كاتبت لكم القصبات، ما القصبات اللي بيقطعوا اللحمة. القصبات، القصبات الهوائية، خطأ مطبعي هون. طيب إشيتمي كايب، إشيتمي كايب. إشيتمي يعني السمع، كايب فقدان، فقدان السمع. طيب كولاكتا تشنلما، kulakta çınlama. Kulakta çınlama yani renin el ödün. Kulak ödün, çınlama renin. Tayyip. Kulak ağırları. Kulak ağırları yani alam el ödün. Tayyip. Burunda tıkanıklıkları. Burunda tıkanıklıklar. Burunda tıkanıklıklar. Lık 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 lık. Feizan burunda tıkanıklıklar yani insidad el enf. Tamam, burun, enf, tıkanıklık bir mana insidad. Tayyip. Solunum güçlükleri. Solunum güçlükleri yani su'ube bittenefus. Güçlük su'ube. Solunum el cihaz ettenefusi. Su'ube bittenefus. Tayyip. Grip ya da nezle. Grip, nezle. Grip av nezle nefsil ma'na. Bi ma'na reşe. Hadol kelimeten munfasılayın an ba'dun. Ha? Ma ma ba'd. İmme min ul grip, imme min ul nezle. Tayyip. Sinüzit. 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 يعني الجيوب، الجيوب الأنفية. سيس بوزوكلوكلاري. سيس بوزوكلوكلاري. سيس بوزوكلوكلاري اضطرابات الصوت إذا عنا اضطرابات بالحنجرة. طيب عنا آخر قسم من درسنا اليوم اللي هو أغز فيديش صالو يعني الأسنان. تمام. ديش eti hastalıkları. Diş eti hastalıkları. Diş eti yani ellife. Tamam. Hastalıklı, hastalıkları amrad ellife. Çene bozuklukları. Çene bozuklukları. Çene bozuklukları yani ıttırabat elfek. İza fi anna şi bilfek esrüfli ilvi بيتصلح عن دكتور الأسنان. ديش تشوركلري. ديش تشوركلري. ديش تشوركلري. تشورك يعني تسوس. تمام. ديش أسنان. ديش تشوركلري يعني تسوس الأسنان. ديش
şekil bozuklukları, diş şekil bozuklukları, diş şekil bozuklukları. Yani اذا عندنا سناننا مثلا مو ظابطين سن لورا سن لقدام فهي اضطرابات شكل الاسنان وين من ناخذها وين منروح منروح على مطرح الاسنان. طيب اخر شيء عندنا ديش كانال و دولغو تداويسي ديش كانال و دولغو تداويسي يعني حشوة الأسنان وسحب العصب ديش كانال بمعنى سحب بمعنى العصب دولغو كلمة دولغو بمعنى حشوة تمام حشوة الأسنان ديش دولغو سو حشوة الأسنان فهدول الأقسام كلها ياتوا على أي أمراض بتطلع بنحفظهم منيح حتى إذا صار معنا مشكلة ورحنا على القسم رحنا عند الدكتور بنعرف اسم الشيء اللي عم يوجعنا اسم الشيء اللي بدنا نقله إياه للدكتور. على كل في عنا باقي الأقسام رح أحط لكم إياهن بفيديو آخر. بتمنى يكون الفيديو نال إعجابكم. لا تنسوا الاشتراك بالقناة لحتى توصلكم الدروس كاملة وتفعيل زر الجرس لحتى يوصلكم كل شيء أول بأول. وموفقين جميعاً.